السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال كان كسور دوادا ولا لها شرف تلو سيدة وسواسكا أنس كي إريه كرا نفط أيضاً أو قبض بعدين كرا وأنا تخلص كرا عبسيدا يقول تهار بقول لي يتمنان أرين تاسي جواب كذل بيسح أي سؤال هو دون سوق كرا ولذلك هربنا هل كان يسيب ببليكا إن نوغو تلمانو موقال كاس نوغو أكوان سوق كرا إن كبديهم كوان ولين سوق كرين ودون يارين تاسيني كقول كارا إن شاء الله تعالى مشكلة دان وسواس كالشيطان يعبسي دا قفكا أما مستقبل كدو أما متك فوق وعبسونا يو ما حي هورتا سالكا كوهاي ساوا إن لسلقو كادا هورتا هو إنو نفهنا أما أتفهمتي ما حي سالكا مشكلة داني كوهاي سا وحاكمي دا وحيالها أي سالكا كوهاي سو إنو سون قفكو ربيكو كوكالسوني قاربا حديث دوران مؤمن بار إله وكو كالسونا لكن وحالغا هاللي وكالسوني دي لوباهنا ولين مادن كاري ثقة دي يكالسوني دي ربي ماشي اللي ربي مادن كاري تاسا كينيسا وسواس كان كوكو بطو سوطو وحاوي وسواس كو شايتان حقيس أيوك إمادا قف كالسوني دي سبوحدو تلسارة سيديسا الله أي حوك بطن تاينا وسواس كالشايتان كموما إمادو إلى يحيي رسوله آدم يحاو كورم يتشنظر لحد هذا فوسوس اللهم الشيطان شيطان بوسواسيو حقيقة تمت وسواس كان قرم أتمت حاوي هذا مرك الدمعين جيت كلا قريبا مرك أمرك إلهي خلافين مرك اللي يرو ورتشنظر وحي الله كباش على أو حول بعدين كإسكاله لكن جيت كهول لوانة بيدهن أو حالا ترى ضبطه وانا رأوك هذا هذا جيت كان محن لك وجوتين شيطان كأقرحية مرك ويرى مركا هذا ربتي نولان ليريا وليغا إن نولاتت أدونيسيد ملكي بغرطوية عن كابابي إن أدونيسيد إن هشيد جيت كعون بل وقدارت وقاسوهما إني لكما لمن الناسحين داعد بينغا تهي وير شيطان مركا أمرك إلهي وخلافي وجيت كي عنين لقربي با شيطان كسيداس وقيمات دمع أمركو قلي آيات كنا إلهي وحكولي فوسوس إليه الشيطان آدم بامرك على جورمية شيطان با آدم وسواسية هل قو حد ريميس الرواية لها شيء إن شيطان وحاو وصو قبض اللومتان كي آدم وخد ككساري ربي إني سوى حبك تشري لأن القرآن كو حليا مرنا لبضوضة ووذا ترى شيطان كو وسواسية مرنا وحليا هي آدم أيا شيطان كو وسواسية مرك الرواية ده ربنا إسرائيل الرواية ده حلوها كم ده كتبتها إم بدنا كم ده كقرآن الشيطان كي مركو آدم ربيجيت كينه عنصيو حاجة وصامري واحد هن آدم وحبك ما قادينه نمبو أهابي ده مكتة هويني وصامرهم كهويني وحرك الشيطان بكونه الشيطان كقول أدك الرواية ده حسنا وحبك ما جيران أيدو حعديني وسواسك مرنا إن لبضوا ده مرنا آدم وصامري فوسوس إليه الشيطان وسواس مرك الشيطان حق يسوى كلسوني ده دي ترى الصراشة ده إلهي أثارني سهد ده إبو حدو الشيطان كومو وسواسنيو إذن مركا حسابات كده ديب أفر أو ديب أسكو قلابو ومعقول وسواسكو قدها إنو كايما ده يعني نفط هذا حق ده إنو كايما ده ومعقول لأيضنا إلهي نوحو ليا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه نفطادر مر إنو كهلاكتو وسواسكو كوسو تشيدو ومعقول ومرك إلهي الدكري سكو يرادو ومرك هممتان الدنيا آد مسكحة إسكا سارتد ومرك لهي ست طلو محاق لعي طونا مرنبا كوكو لعي مرك فكر كنوعا كوكو بطو با شيطان مركو دي طبع نفطو أصو مرو ومرنا أساو كواسواسيني مرنا توس نفطو أي حمانتو كوام ريسا إن النفس اللا أمارتون بسو إلهي بايد آد بحف أفري أكتهي غفك حمانت إذن هلقا وحا أغاني ثقة إيه كالسوني ده آذن سفع ربي أقوق بين إيه تلسارة شده اللي أضعف كو إماده إن وسواس ويماني أما الشيطان هكي يماده أما النفع كي يماده لابدا سأووي منك مركا قرآن كفيريسيد حديث النبي كفيريسيد عليه الصلاة والسلام وسواس كو هالكاسو كإماني ربما لغي يابا هداد إيمان كادو بوحوه وده كالسوني ده ربي قاعد كوق بتيد إيه توكل كادو أووي هاي الشيطان كلفت الكسونو كو وسواسين ومعقول لكن نادر واي انت بطل وده دادك هالكا يغين تهفق غاربا اسكا يربا بغالكي بابا لأنه وحكولي هاي سؤاله معقول اي تاين سويديو كيدو بحرابا إيمان كادا غاصو انو لغو صفة عانو كو قبصدو ومركاز كو صغبضو سؤال يعني جواب رأي سؤال هالنوعان سبحانك يا رب.
maxaa lagu daaweeyaa marka waswaaska shaytaan? Qof baa wuxuu ka cabsanaya geerida, qof baa wuxuu ku leeyahay anigu geeri baan ka cabsanaya, marka aan maqlo hebel baa dhintay, biyana igama degaan, cuntana ma cuno, caawo dhan goorma dhiban doonto, aniga dhanba geeri baan ka cabsanaya buu ku leeyahay. Qof wuxuu ku leeyahay aniga cabsi iyo tashwiis baa iskaga kay furan. Waxaa maxaa lagu daaweeyaa? Waxaa lagu daaweeyaa waxa weeye waa akhriska Qur-aanka. Akhriska Qur-aanka inaad badisid, badisid, badisid waa. Haddaad akhrin karin inaad dhegaysigiisa aad badisid, dhagaha gashatid, aad u dhaga raacaysid, aad tadaburtid, ku tafakurtid, si fiican u dhagaysatid, u dhag raacaysid, iyo imaa inaad adigu akhrisid si joogta ah ayaa horta lagu daaweeyaa. Waa kow, waswaasku meesh kasta ha kaa galo, taasi horta ogow. Dhimashadan aad ka cabsanaysid waxaad unaga cabsanayn baan kuu sheegayaa. Waad jeceshahay rabbiga inaad la kulanti soo maahan si adduunkan iyo dhibkiisa aad uga nasatid, rabbiga uu ku jannayo ku boqro, soo ma rabtid? Ha, hadda rabbi lama kulmo ilaa in la dhinto mooyaane, markaad dhimatid baa rabbi la kulmin. Haddu qofku markuu dhinto meydkii uu naftii laga saaro, dee qabri buu tegino, barsaq buu ku noolaano, kadib waa la soo saarino, waa lala xisaabtamino, jidkii buu marino, kadib halkaas ilaahay hortii la geyni, lala xisaabtamin. Marka in ilaahay lagu horgeeyo waxaa ka horreeya horta inaad dhimatid. Soo ilaahay ma jecelid? Ha, soo ilaahay inaad la kulantid ma jecelid? Ha, soo inaad janno gashay ma rabtid? Ha, hadda waa inaad dhimataaba horta. Janno inaad galna soo ma jecelin? Ha, hadda waa inaad dhintaa, adoo nool maa janno iska gelin maya. Dhimashadu waa waddada aad rabbi ku gaaraysid, waxaad unaga cabsanayn baa marka jirinba. Taa horta ogow oo qalbigaada ka dhaadhici. Waa waddada rabbi ku gaari lahayd, rabbina wuu kugu karaamayn lahaa biidnillaah. Aayaddan marka si fiican haddaad ugu tadaburtid, si weliba xeel dheer oo sal dheer, shaydaan iyo balaayo iyo waxaan iyo waswaaskan ku haya kama cabsanaysa, kumana saameynayaan. Ilaahayna cid ka run badan oo ka saxsani hadalkiisa maba jiraba. Ilaahay wuxuu leeyahay man kaana yarjuu liqaa Allaahi, qofka rajaynaya inuu Ilaahay la kulmo, fa inna ajala Allaahi la'aat, ajasha Ilaahay waa imaanaysaa. Qofka jecel oo rajaynaya inuu Rabbi la kulmo ama geeriha ka cabsado ama yuusa ka cabsanaya, fa inna ajala Allaahi la'aat, ajasha Ilaahay waa imaanaysaa, bimacna qofkaan loo jaangooyay. Aayaddan u fiirsa marka, Rabbi uu leeyahay fi suurati Aal Cimraan, Ilaahay wuxuu leeyahay innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliya'ahu fala takhafuuhum wakhafuuni in kuntum mu'miniin. War xumata shiilkaas iyo shaytaan wixiis iyo waswaaskiis, Ilaahay wuxuu leeyahay waa shaqo shaytaan ee awliyadiis iyo dadka asaga usha u dhiibtay ayuu rabaa inuu ku cabsi geliyo. Ee falaa takhaafuuhum, ka cabsanina, wakhaafuuni buu Ilaahay leeyahay, aniga iga cabsada in kuntum mu'miniin. Idan waa aragtay miisaanku iimaan buuxa inuu yahay, iimaan inuu yahay. Haddaad iimaan leedihiin, aniga iga cabsada shaydaan iyo dhagartiis waxba ka cabsanina. Ilaahay sidaasuu na leeyahay subxaana wa tacaala, wuxuu naga reebayaa rabbi aayaddan inaynu ka cabsano shaydaan ama shaydaan awliyadiisa, kuwa jidka khaldan iyo waddada shaydaan uu abuuray ama uu beeray raacaya. Culimmadu waxay dhahaan marka aayaddan markay fasirayaan, rabbigan wuxuu naga reebay awliyaa u shaydaan inaannu ka cabsanno, kadibna Allah wuxuuna amray inaan keligii ka cabsanno. Subxaana, lianna qofka rabbigii ka cabsada Ilaahay waa ku filan yahay, wuuna u kaalmaynayaa, wuuna u gargaarayaa. Hase yeeshee qofka Ilaahay kheyrkii ka cabsada, daacadi rabbina ka taga cabsida dadka dartood, haa, dadka uu ka cabsanayo dartood, dadka uu isleeyahay ama wax kaa sheegaan, haa, ayuu daacadi Ilaahay uga tegay. Gabadhi waxay xijaabka uga tagtay, ama bulshadan kula yaabta, ama lagu yiraahda rebaadiyad, ama lagu yiraahda xirxiranta, ama lagu yiraahda ma shidin, ama lagu yiraahda ma furfurnin. Dadka hadalkooda iyo ka cabsi dadka ay ka cabsanayo qofka kan buu daacadi Ilaahay uga tegay. Ilaahay muxuu ku sameynayaa qofkaas? Ilaahay shaytaan buu ku salladaya. Markaasuu quraanjada xataa qofkan uu ka cabsanaa, dabayshii soo dhacdaba uu ka cabsanaa. Ilaahay wuxuu amrayaa marka waajibaadka diimadii waxa Alla ku amray inaad u istaagtid. Idan aayaddaasi qofka akhriya Aal Cimraan ku jirta, wallaahi buusan shaytaan iyo dhagartiis iyo inta uu adeegta uusan ka cabsanayn, habbi buu noqonay. Innamaa dhalikum ash-shaytaan yukhawifu awliyaa'ah, haa, awliyadiisu ku cabsi gelinaya. Falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in kuntum mu'miniin. Allah sidaana leh. Aayaddaa qofka arka ee haysta, ee ku tadabura, ee aamina, ee ku dhaqma, ee akhrista mar walba, waswaaskaas iyo shaytaanka warkiisa xun waa ka baxaya, waana mana saameynayo biidnillaah.
laba aayadood ee cilmigu dhahaan ayaa rabbi wuxuu ku sheegay yukhawifu ereygaas uu isticmaalay yukhawifu. Aayad waa aayaddaasi Aal Cimraan ku jirta, aayadna waxay ku jirtaa suuradda la yiraahdo Zumar. Ilaahi wuxuu leeyahay facbuduu maa shi'tum min duunih, waxaad doonaysaan caabuda ilaahay sokadiis waa gooti. Qul ina alkhaasiriina aladiina khasiruu anfusahum, ilaahay qofka khasaaray waa qofke, ma qofka imtixaamka ku fashilmayba, ma qofka ganacsigiisi burburayba, ma qofka waalidkii dhintayba, ma qofka fursad uu rajaynaya ay ka baaqataa, ma qof shaqadii laga eryaa, ma haweenay la furaa, ma nin haweenida ka tagtaa, ma caruurtii oo ka dhintaa, ma qof shaqadii laga casilayba, yani mansabkii madaxnimadiiba khasaara waa maxay? Waana isweydiinaa khasaara waa maxay? Ilaahay wuxuu yidhi qul, waxaa ku tiraahdaa innal khaasiriina, kuwa keligood khasaaray waa alladiina, kuwii khasiruu anfusahum, naftooda ku khasaaray, wa ahliihim, ahalkooda ku khasaaray waaye. Waa goorma? Yowma alqiyaamati, ninka naar galay iyo haweene naar galay qofkaasaa khasaaray. Alaa dalika huwa alkhusraanu almubiin, khasaara cadna taasaa la yidhaahdaa, wax kale khasaara maaha. Markaasuu ilaahay sheegay waxa ay aakhira ku leeyihiin dadkaasi khasaaray, lahum min fawqihim dhulal min annaar wa min taxtihim dhulal, yani dabakhyo mugdiyaal oo isdul saaran oo naar ay leeyihiin aakhira ku leeyihiin. Dalika yukhawifu llahu bihi cibaada, ereygan ujeedna waa kan dalika, arintaas la sheegay waxa weeye yukhawifu llahu bihi cibaada, addoomihiisu alla ku cabsigelinayaa inaysan naftooda iyo ehelkooda khasaarin aakhiro oo aysan ku khasaarin buu rabbi uga digay. Yaa cibaadii fattaquun, addoomahaygu yo iga cabsada. dalika yukhawifu llahu bihi cibaada, yukhawifu marka aayadda Aal Cimraan iyo midan Zumar buu ilaahay qur-aanka ku sheegay. Cajiib labadooda meesha ku soo arooreen arrimo waaweyn oo arrinteenan mawduuceenan xiriirla leh ayaad dareemaysaa. Marka ilaahay naga qabto marka waswaaska shaydaan iyo midka insi iyo midka jin iyo mid meel kastoo ka imaado, xataa kee nafta ka imaanaya insha allah. Qur-aanka isku dejiya oo akhrista oo ku tadabura, waswaasku waa idanka baxaya. Aad iyo aad baa umahadsantihiin, rabbigay haydan xafido meel aad ku sugantihiinba. Horey u socda, jazaakum allahu khayra.